طيب عم سعيد، شفت ابو الهول اللي عملوه في الصين؟ لا ما شفتوش. جم كمل. في الصين، طبعا في الصين بيقلدوا كل حاجه انت عارف، في جنينه كبيره كده، بارك كبير كده، قال لك احنا مش اقل من الفراعنه، وراحوا عاملين تمثال لابو الهول، خليني اقول مسخ لابو الهول. احنا معانا الصور اعتقد بتاعت التمثال ده. لما عرفت الخبر ده يا دكتور ان هم في الصين عملوا مزار سياحي تقليد لابو الهول، اهتميت واتضايقت ولا على بالك؟ يعني عارف انه موضوع زي ما بيقولوا لعب عيال. لا يعني لا يمكن يجي اولا بزي النحات المصري. النحات المصري بيحط كل ما هو بيقتنع بيه، سواء كان من قوة من إرادة من نظرة لا نهائية، يعني كل الحاجات دي لا يمتلكها إلا المصريين. فده يعني بعيد كل البعد عن أعظم تمثال في العالم أنا في رأيي هو أبو الهول.